الموضوع ده نابع من حب العمال لهيئتهم وان هم عايزين يوصلوا رساله لجماهير الاسكندريه من حيث الفرحه والبهجه واستقبال رمضان. متعودين كل سنه بنجيب القماش ونفصله وبنجيب المثلثات والصور من المنشيه وبنعلقها. احنا بنسلم بعض العربيه اللي شغال الصبح واللي بيستلم منه بعد الظهر، ان احنا عايزين نعمل ايه حاجه جديده في العربيه، اجواء رمضانيه. في ناس فرحت وناس رمضانت علينا وقتنا كل سنه طيبين، وناس مبسوطه وحسوا برمضان، بيحسوا برمضان اول ما بيشوفوا زينه رمضان. لو ما شفتش زينه رمضان ما بحسش ان انا في رمضان. حاجه مبهجه قوي ومفرحه، وحسستنا ان رمضان في كل حته في مصر، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير، ويعود عليكم ربنا بخير والبركات يا رب. جميله قوي وفرحت ومنظر جميل وسعيده جدا. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام وانتم بالصحه وبالف خير يا رب.